لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه إلى يوم الدين، أما بعد، يسعدني أن أشارك في هذه الندوة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي لوجدة في ظل هذا الوباء كورونا، وسأتدخل إن شاء الله تعالى في المحور الاقتصادي المخصص لهذه الندوة. وعنوان المداخلة في هذا المحور يتعلق بالمالية التشاركية، وقد عنونته بالعنوان الآتي: المالية التشاركية في المغرب في ظل جائحة كورونا الواقع والآفاق. لقد عرف الاقتصاد العالمي ركودا كبيرا وتراجعا مضطردا في الأداء مس مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية وغيرها منذ انتشار هذا الوباء الذي أصاب نسيج الاقتصاد العالمي في أهم مقاتله، والذي ما يزال يهدد بمزيد من الانهيار والتراجع على مستويات مختلفة وعلى مستوى القطاعات الفاعلة والمتدخلة اقتصاديا واجتماعيا. ومن أجل التخفيف من انعكاس وباء كورونا السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، أطلقت مبادرات استباقية من قبل جلالة الملك ومن قبل الحكومة ومن بنك المغرب أيضا، الذي بادر إلى وضع حزمة من التدابير للحفاظ على مستوى الأداء البنكي. ومما يميز هذه التدابير والمبادرات المتخذة لمواجهة آثار كورونا في بلادنا أنها ذات طابع شمولي ومتوازن، تستهدف دعم وحماية المجال الصحي والاجتماعي والاقتصادي بشكل متوازن، وذلك ما جعل المغرب يقاوم ويقف صامدا لحد الآن في وجه التحديات الناتجة عن الحجر الصحي وعن القيود الاحترازية المتخذة للحد من آثار جائحة كورونا. وبما أن الموضوع يرتبط حصريا بالمالية التشاركية في ظل جائحة كورونا، فإن السؤال الأول المطروح هو: ما واقع هذه المالية قبل كورونا وأثناءها؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي سيحدد في نظري نوع التحديات التي تواجه هذا القطاع الناشئ غير المكتمل بعد، وأيضا سيحدد حجم هذه التحديات وأسبابها ويفسر مستوى أدائها في ظل وباء كورونا. وسيبين كذلك هذا الجواب نوع الحاجات والمتطلبات التي تمكن هذه البنوك من الحفاظ أولا على مستوى أدائها في زمن كورونا وتمكنها ثانيا من استئناف دورها وتطوير أدائها في مرحلة ما بعد كورونا. أعيد طرح هذا السؤال لأجيب: ما واقع المالية التشاركية قبل كورونا وأثناءها؟ أجيب من خلال العناصر الآتية: أولا، تجربة المالية التشاركية في بلادنا ما تزال فتية، لم تستكمل بعد منظومتها التشريعية في مجالاتها الثلاثة الكبرى التي تتحرك فيها وتشتغل داخلها، وهي مؤسسات الائتمان والسوق المالية البورصة والتأمين. ففي المجال البنكي، بالرغم من صدور مناشير وقوانين تنظيمية ومنتجات تمويلية، فإن ما يسوق منها بالنسبة للمنتجات التمويلية لا يتعدى منتج المرابحة في العقار والمنقول كما هو معلوم، وهذا من بين المنتجات الأخرى الكثيرة
وهي الإجارة والسلم والمضاربة والمشاركة والاستثناء التي ما تزال غير مفعلة، وفي بعضها عقود جاهزة ولكنها لم تنزل بعد. هذا بالنسبة للقطاع البنكي. أما بالنسبة للسوق المالية فإن العملية الوحيدة التي تمت لحد الآن هي إصدار صكوك سيادية بقيمة 1 مليار درهم سنة 2018، وهناك نصوص كثيرة أيضا تنظم العمل داخل السوق المالية ستصدر قريبا. والمالية التشاركية بحاجة ماسة إلى ولوج السوق المالي والاستثمار في الأدوات المالية المقبولة لديها. إذ البنوك التشاركية بحاجة إلى صكوك تستثمر فيها وتقدمها رهونا للحصول على السيولة عند الحاجة إليها. أما التأمين التكافلي المجال الثالث للمالية التشاركية، فبالرغم من استكمال النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة له وحصول هذه النصوص على الرأي بالمطابقة من المجلس العلمي الأعلى، فإن هذا المنتج لم يسوق بعد. البنوك التشاركية الآن تقدم منتجاتها مويلاتها للزبناء في غياب التأمين التكافلي، مما يعرض عملياتها لمخاطر عالية النسبة ويدفعها بالتالي إلى رفع نسبة المخصصات التي تقتطعها مما يتوافر لديها من السيولة الذاتية لمواجهة هذه الأخطار. في التحدي الأول الذي يواجه المالية التشاركية هو عدم استكمال المنظومة التشريعية، مما يحرمها من مكاسب ومزايا عدة بالمقارنة مع البنوك الأخرى. فهذا هو التحدي الأول. التحدي الثاني ومعاناة هذه البنوك والنوافذ التشاركية من نقص في السيولة، وذلك لأسباب أذكر أهمها. أولا كثرة الطلب على التمويل، فلقد بلغ حجم التمويل بمرابحة ما مجموعه 9,100,000,000 درهم، وهذا المبلغ استنفذ معظم السيولة التي رصدتها للتمويلات بالمرابحة. ثانيا من التحديات التي تواجه في مجال السيولة قلة الودائع، سواء تعلق الأمر بالودائع تحت الطلب أو بالودائع الاستثمارية. بالنسبة للودائع الاستثمارية، بالرغم من وجود عقد الوديعة وديعة الاستثمارية الذي يتيح للزبناء فتح حسابات استثمارية لدى البنوك التشاركية، فإن عدد الزبناء الذين فتحوا حسابات تشاركية في البنوك التشاركية حسابات استثمارية في البنوك التشاركية ما يزال ضعيفا، ولم يتعدى حجم الودائع الاستثمارية لدى البنوك التشاركية لحد الآن 357,000,000 درهم. وقد كانت البنوك التشاركية تعول كثيرا على الودائع بصفة عامة والودائع الاستثمارية على وجه الخصوص لتلبية حاجاتها من السيولة لتسيع نطاق تمويلاتها والرفع من حجمها، غير أن قلة هذه الودائع حال دون ما كانت تطمح إليه في مجال التمويل. عدم أي من التحديات التي تواجهها في مجال السيولة أيضا نقص السيولة، عدم تمكن البنوك التشاركية من الحصول على التمويل المباشر من بنك المغرب، وذلك بأن نظام تدبير السيولة المعتمد لا يسمح لها بالحصول على التمويل المباشر من بنك المغرب، وهذا ما دفعها إلى اعتماد عقد الوكالة بالاستثمار للحصول على السيولة من البنوك التقليدية وغيرها. هذه الوكالة بالاستثمار تقوم على أساس دفع بنك تقليدي أو غيره مبلغا من المال للبنك التشاركي قصد استثماره في المجالات الحائزة على الرأي بالمطابقة من المجلس العلمي الأعلى، على أن يوزع عائد الاستثمار بين الطرفين بحسب ما يقع عليه الاتفاق. وسأعود إلى الحديث عن موضوع الوكالة بالاستثمار أثناء الحديث عن التدابير التي اتخذها بنك المغرب لدعم البنوك التشاركية لمواجهة أثار كورونا. خامسا تأجيل أداء أقساط المرابحة على الزبناء.
على الزبناء المتضررين بجائحة كورونا، وقد تم هذا التأجيل بدون أي زيادة في الدين، بمعنى أن إعادة الجدولة تمت بدون أي فائدة، وذلك لأن البنك التشاركي ملتزم بتأجيل الدين بدون أي فائدة في حالة إعصار المدين، وهذا ما جعله يتحمل الخسارة الناتجة عن تأخير الأداء وحده، ويحرم من الحصول على السيولة التي كان يتوقعها قبل تأجيل الأداء. هذه بعض الأسباب التي جعلت البنك التشاركي يعاني من شح في السيولة، وقد ازدادت هذه المعاناة حدة مع انتشار جائحة الكورونا. ثانيا، التدابير المتخذة من بنك المغرب لدعم القطاع البنكي في ظل هذه الجائحة، ومدى استفادة البنوك التشاركية من هذه التدابير للحد من الانعكاسات السلبية لكورونا على القطاع البنكي. بادر بنك المغرب إلى وضع حزمة من التدابير لدعم أداء البنوك وتحفيزها على الاستمرار في تمويل المقاولات والأسر. من هذه التدابير المستعجلة والمؤقتة أيضا خفض سعر الفائدة إلى 1.5 لتمكين المقاولات والأسر من الولوج إلى التمويلات في أحسن الظروف وبأحسن شروط. تعزيز برنامج إعادة تمويل الأبناك، ثم تزويد البنوك بشكل متواصل بالأوراق المالية للاستجابة لحاجيات المواطنين، إلى غير ذلك من التدابير المهمة التي اتخذها بنك المغرب في دعم وتحفيز القطاع البنكي. وقد استفادت، وهذا ما يهمنا نحن في الموضوع، قد استفادت البنوك التشاركية من بعض هذه التدابير، خصوصا ما تم منها في مجال دعم برنامج إعادة التمويل. ذكرت سابقا أن البنوك التشاركية تعاني من نقص في السيولة لأسباب ذكرت بعضها، وذكرت أيضا أن البنوك التشاركية لا يسمح لها بالحصول على التمويل مباشرة من البنك من بنك المغرب، لأن تدبير السيولة نظام تدبير السيولة لا يسمح لها بذلك. لذلك لجأ بنك المغرب في إطار دعمه للبنوك التشاركية إلى وضع برنامج جديد استثنائي ومؤقت لفائدة هذه البنوك التشاركية لتسهيل تمويل حاجياتها من السيولة خلال هذه الأزمة، أزمة كورونا. يتلخص هذا البرنامج في تحفيز البنوك التقليدية على الرفع من حجم السيولة التي تقدمها للبنك التشاركي عبر آلية الوكالة بالاستثمار. يتجلى هذا تحفيز بنك المغرب للبنوك التقليدية لضخ السيولة في البنوك التشاركي عبر هذه الآلية، آلية الوكالة بالاستثمار. يتجلى هذا التحفيز في حصول البنك التقليدي على قرض مضمون من بنك المغرب يساوي حجم التمويلات التي يقدمها للبنك التشاركي في إطار عقد الوكالة بالاستثمار. أي كلما قدم بنك تقليدي تمويلا للبنك التشاركي عبر عقد الوكالة بالاستثمار، فإنه سيحصل على قرض من البنك من بنك المغرب يساوي حجم ذلك التمويل بشروط تفضيلية. وهذا التدبير إذا ما تم تفعيله على نطاق واسع وبالشكل المطلوب فسيسهم لا محالة في تزويد البنوك التشاركية بمبالغ مهمة من السيولة التي تحتاجها لمواصلة عملياتها التمويلية لفائدة الأسر والمقاولات في هذا الظرف العصيب. ثالثا وأخيرا، دور البنوك التشاركية في المجال الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة ما بعد كورونا. هناك مؤشرات إيجابية تدل على أن البنوك التشاركية وكذلك النوافذ التشاركية سيزداد نشاطها مستقبلا وسيتحسن أداؤها في مرحلة ما بعد كورونا. من هذه المؤشرات الإيجابية، ولن هناك عدة نصوص قانونية قيد الإصدار تخص بعض المنتجات التي لم تسوق بعد، مثل عقد السلام وعقد السلام الموازي
وعقد الاستثناء والاستثناء الموازي وعقد الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك. فهذه المنتجات صغت فيها العقود وسيتم تنزيلها قريبا، وسيمكن البنوك التشاركية من تنويع عرضها ومن الاستجابة لرغبات زملائها التمويلية مختلفة. ثانيا، ينتظر أن تستكمل المالية التشاركية منظومتها التشريعية على المدى القريب جدا، وسيتيح لها ذلك فرصا أوسع لتقديم معاملاتها تعاملتها المالية وتسيع قاعدة المتعاملين معها. ثالثا، ينتظر تنزيل العمل بالتأمين التكافلي قريبا، وقد أصبحت نصوصه التشريعية جاهزة ونالت الموافقة من قبل المجلس العلمي الأعلى. وهذا المنتج التأميني سيجنب البنوك التشاركية عدة مخاطر، لأنها الآن تسوق منتجاتها بدون تأمين، وتترتب على ذلك مخاطر عالية المستوى تستلزم الرفع من قيمة المخصصات المرصودة لمواجهتها. وعند تنزيل التأمين التكافلي ستجنب البنوك التشاركية هذه المخاطر العالية، وذلك وستوفر كذلك السيولة التي تضعها في المخصصات والاحتياطات المرصودة لمواجهة هذه المخاطر. رابعا، ينتظر تفعيل منتجات الضمان، وهذه مهمة أيضا. منتجات الضمان التي أطلقها صندوق الضمان المركزي عبر نافذته التشاركية سنة تمويل، وقد أسند تسويق هذه المنتجات إلى البنوك التشاركية بموجب اتفاقية خاصة في هذا الشأن بين البنوك التشاركية وصندوق الضمان المركزي. وقد تضمنت هذه المنتجات في الضمان الصيغ الآتية: صندوق ضمان مقاولة يهدف إلى ضمان التمويلات التي تقدمها البنوك التشاركية إلى المقاولات المتوسطة والصغيرة، والصغيرة جدا كما تسمى. وصندوق ضمان المقاولات ومنتج عام يندرج فيه منتجان خاصان، هما ضمان دين وضمان مباشر. ضمان دين هدفه ضمان التمويلات التي تقدمها البنوك التشاركية للمقاولات المشار إليها، شرط أن تكون هذه التمويلات أكثر من 1,000,000 درهم. ضمان مباشر يتم به ضمان التمويل الذي لا يتعدى مبلغه 1,000,000 درهم. ثم صندوق ضمان إسكان يتم به ضمان التمويلات التي تقدمها البنوك التشاركية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم، وكذلك للطبقة المتوسطة والعمال وللعمال المقيمين بالخارج من أجل اقتناء سكن أو بقعة أرضية أو بنائها أو هما معا، اقتناء بقعة وبنائها. وهو منتج عام أيضا يتفرع عنه نوعان خاصان من الضمان، وهما فوجارين وفوجالوش. فالفوجارين سكان وضمان خاص بالتمويلات التي تقدمها البنوك التشاركية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم من أجل اقتناء سكن أو بقعة أرضية أو بنائها كما ذكرت. فوجالوش وضمان يخص التمويلات التي تمنحها البنوك التشاركية للطبقة الوسطى من المواطنين وللعمال المقيمين بالخارج. هذه المنتجات ستعزز دور البنوك التشاركية إلى جانب البنوك غير التشاركية في برنامج الدولة لدعم المقاولات المغربية من أجل التغلب على التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا. كما ستمكن هذه التمويلات التشاركية المضمونة من طرف صندوق ضمان المركزي تمكن الأسر ذات الدخل المحدود والتي لا تمتلك الضمانات الكافية تمكنها من الولوج إلى التمويلات التشاركية والاستفادة منها للتغلب على مشكلاتها في مجال السكن. ومعنى ذلك أن البنوك التشاركية من خلال هذه المنتجات من الضمان والمنتجات التشاركية الأخرى التي ستسوقها قريبا إثر استكمال منظومتها التشريعية، سيكون لها حضور قوي في الاقتصاد الوطني ودور فعال في تمكين المقاولات والأسر من الاستفادة من التمويلات التشاركية، ولذلك سيتعزز دورها في تقليص دائرة الفقر
والبطالة وتخفيف من المشاكل المادية التي تعاني منها المقاولات المغربية، خصوصا المقاولات الصغرى والصغرى جدا والصغيرة والصغيرة جدا كما تسمى. أرجو ألا أكون قد أطلت، وشكرا على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.